الريف الهولندي واحد من الأرياف اللي مظلومة بين الأرياف الأوروبية. زيارتك لها تقدر تشوف الكثير من القنوات المائية مع الطواحين والكثير من المناظر الجميلة والطبيعية اللي مستحيل تلقاها في أي مكان ثاني غير هولندا. صح في كثير من الدول الأوروبية اللي تتميز بطبيعتها والمدن الريفية فيها، لكن الريف الهولندي فيه لمسته الخاصة واللي لا يمكن تلقاه في أي مكان ثاني. في هذا الفيديو إن شاء الله بنتكلم عن كثير من المدن الريفية اللي تقدر تزورها خلال رحلتك لهولندا، وبنحاول نحرص على المدن اللي قريبة من أمستردام عشان تقدر تروح لها بكل سهولة وتستمتع بسفراتك. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، معكم أخوكم محمد المنيف. في هذا القناة نتكلم عن السفر والسياحة وجميع الأمور المتعلقة في هذا الموضوع، فإذا عجبتك فكرة القناة نتشرف باشتراكك. نقطة مهمة بخصوص الريف الهولندي، أنا تكلمت في فيديو أمستردام وقلت أن أمستردام ما ينفع أبدا أنك تستأجر سيارة هناك، لكن في الريف الهولندي من الأفضل أن تكون معك سيارة. أفضل خطة أنك تقعد في أمستردام وتستمتع بوقتك فيها، بعد ما تخلص من أمستردام تستأجر السيارة طال عمرك وتروح وتتمشى في المدن الريفية اللي في هولندا. هذه الخطة أنت استمتعت في أمستردام وبنفس الوقت رحت ودرت حول المدن الريفية اللي هناك، لأن أسعار المواقف في أمستردام غالية ومقرفة السواقة هناك، لكن في الريف كلنا عارفين جمالية الريف والسواقة في الريف والمدن الريفية. نبدأ بأشهر منطقة يروحوا لها السياح من أمستردام واللي هي جيثرون، بعضهم يسمونها جيثرون، جيثورن، خيثورن، سمها اللي تبي، بس زبدة هذا اسمها بالإنجليزي. جيثورن لها طابعها المختلف، فيها القنوات المائية اللي صايرة بشكل جدا جميل، وبنفس الوقت البيوت اللي صايرة حول القنوات المائية كأكواخ وبشكل جدا استثنائي. إذا رحت هناك تقدر تستأجر قارب كهربائي تقريبا بقيمة 15 يورو للساعة أو للساعتين، والله ما أتذكر بالضبط، لكن التجربة والله ما راح تنساها أبد. اركب القارب واستمتع بالمناظر وسق وخذ لفة كاملة حول المدينة، وراح تشوف مناظر وتجربة والله ما راح تنساها. وهذه المدينة أنا زرتها وإن شاء الله ناوي أزورها مرة ثانية من كثر ما هي جميلة ومميزة وفيها لمستها الخاصة اللي مستحيل تحصلها في أي مكان ثاني. جيثرون هذه تقدر تروح لها بأكثر من طريقة، فيها الكثير من البرامج السياحية اللي توديك من أمستردام إلى هناك وتبعد تقريبا بين الساعة إلى الساعة ونص، وتصير مع البرنامج السياحي تروح مع الباص طال عمرك وتروح تستمتع بوقتك، وإذا جاء على المغرب كذا ترجع إلى أمستردام، وهذا واحد من الخيارات إذا ناوي تروح بس جيثرون. والخيار الثاني إنك تروح بسيارتك وتستمتع بوقتك عاد، وإذا حاب تحجز كوخ من الأكواخ اللي موجودة هناك تحجز عاد، وترتب جدولك على حسب الطريقة اللي أنت تبغاها، لأن مثل ما أنت عارفين أجار السيارة يعطيك ميزة الأريحية في التنقل بشكل جدا سهل. والخيار الثالث اللي سويته أنا وصراحة ما أنصح أحد يسويه، واللي هو إنك تروح من أمستردام إلى جيثرون بالباص ومعك شنطتك، لأن في النهاية بتجرجر الشنطة والوضع بيصير متعب والله ما تستاهل. فأنا ما أنصحك بهذا الخيار، أنا أفضل يعني أنك تروح وترجع من أمستردام بالباص أو أنك تروح بسيارتك، وهذه الخيارين حاول تختار المناسب بالنسبة لك. جولة القارب في جيثرون واحدة من أمتع الأشياء اللي ممكن تسويها، وإذا رحت هناك لازم تجربها وتسويها، لأنها يعتبر أهم شيء هناك موجود. تمشي في القناة المائية تحت الجسور، جنبك يمينك ويسارك المناظر الجميلة والأكواخ، وبعدها تطلع على بحيرة جيثرون وترجع تكمل الدائرة حقتك هذه، لكن المناظر والله جميلة، وجيثرون هذا الشيء اللي هي مميزة فيه ولازم انك تجربها بهذه الطريقة الجميلة والمميزة. وبعد ما نخلص من جيثرون نروح الى قرية زانس خانس. قرية زانس هي تعتبر قرية الطواحين في هولندا، والقرية هذه ما شاء الله من جماليتها تتمشى فيها كأنها متحف، تمشي وتشوف الطواحين التاريخية اللي تشتغل من مئات السنين والى يومنا ما زالت تشتغل، ومن خلالها بتقدر تشوف التاريخ الهولندي والطواحين الهولندية وكيف كانوا يعيشون في ماضيهم والتفاصيل هذه كاملة. وهناك وانت تتمشى بتستمتع وتشوف مناظر البيوت الهولندية ومصانع الجبن والكثير من محلات السوفينيرز وبرضه مصنع الشوكولاتة والكثير والكثير من الأشياء اللي موجودة في هذه القرية. وإذا تبي تشوفها بشكل أكبر تقدر تستأجر لك قارب وتدور حول القرية بشكل كامل وتناظرها بشكل مختلف وطريقة مميزة. بس هذه القرية صح فيها كثير من محلات الجبن الهولندي، بس جنبها بالضبط فيه واحد من مصانع الجبن اللي ممكن تشم ريح تفايحة في أغلبية القرية، لكن هذا الشيء ما يمنعك أنك تزور هذه القرية الجميلة وتستمتع في وقتك فيها. وقرية زانس تبعد تقريبا عن أمستردام 18 كيلو، فتقدر تروح لها بالسيارة أو تقدر تروح لها عن طريق الباص. طبعا مثل ما أنتم عارفين في أغلبية الأماكن في أوروبا المواقف بفلوس، فإذا أنت رايح بسيارتك ترى الموقف تقريبا ب 10 يورو 8 يورو بهالحروة يعني. وبعد زانس نروح إلى قرية بروك إن وترلاند، نفس ستايل جيثرون بالضبط بالقنوات المائية بأشكال البيوت والأكواخ، وتقدر هناك تستأجر بعض القوارب الكهربائية اللي تتمشى في القرية نفسها فيها، فتقدر يعني أنك تروح لجيثرون أو تروح لبروك إن
ووترلاند، او انك تروح للثنتين، وهذا الشيء اللي افضل عشان تشوف جيترون وشكلها وتشوف بروكن ووترلاند ومميزاتها. ومن الاشياء اللي تميز الريف الهولندي ان اغلبيتها فيها الكثير من القنوات المائيه اللي معطيتها منظر جميل، وبنفس الوقت تعطيك تجربه جديده، وانك تستاجر بعض القوارب وتستمتع برحله جديده وبنفس الوقت بطابع مختلف ويعطيك تجربه جديده وحلوه، وهذا اللي يميز الريف الهولندي. وبعدها نروح الى قريه فولندام. قريه فولندام احلى ما فيها انها صغيره او ملمومه، فتقدر تتمشى فيها بشكل جدا سهل وتغطيها بشكل حلو وجميل. وفولندام تعتبر واحده من اهم القرى اللي تحتاج انك تزورها اذا رحت للريف الهولندي، وفيها كل شيء يميزها صراحة. هي تعتبر قرية الصيادين أو الناس اللي يشتغلون في البحر، فبتحصل هناك كثير من محلات الأسماك ومطاعم الأسماك اللي لو أنك تحب الأكل البحري بتستمتع وبتستلذ في المطاعم اللي موجودة هناك. وفي قرية فولندام تقدر تأخذ لك رحلة بالسفينة وتروح إلى النقطة اللي بعدها واللي هي جزيرة ماركن. جزيرة ماركن أو مثل ما يسمونها جزيرة الصيادين هي تعتبر واحدة من أهم المناطق اللي لازم أنك تزورها إذا رحت للريف الهولندي، واللي مشهورة في هذه الجزيرة بمبانيها البسيطة وبنفس الوقت بالتفاصيل الكثيرة والجميلة واللي ما يمكن تلقاها في أي مكان ثاني. وجزيرة ماركن مشهورة برضو بالكرز، فإذا أنت مو محبي الكرز تقدر تستغل الوضع وتروح هناك وتأكل من الكرز طال عمرك. جزيرة ماركن هذه تقدر تروح لها بطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي عن طريق السفينة، والطريقة الثانية عن طريق الجسر اللي موجود هناك. الجسر هذا اللي بين ماركن وفولندام جميل ولا يمكن انك تفوته، لانك بتشوف تفاصيل الجسر وبنفس الوقت تفاصيل القرية اللي صايرة قدامك بمناظر والله جميلة ولا يمكن انك تنسى. انا انصحك حتى لو انك رايح بالسفينة حاول انك تروح للطريق البري هذا لانه والله جميل. وبعد ما خلص من جزيرة ماركن نروح الى قرية كندردك، وهذه القرية اشهر ما فيها الطواحين الهولندية، وفيها اكثر من 19 طاحونة هولندية، وتعتبر من اقدم القرى اللي موجودة هناك وفيها الطواحين الهولندية. كندردك هذه جنب روتردام، فاذا انت ناوي تروح روتردام تقدر تمر عليها لانها جنب روتردام بالضبط. روتردام هي اللي تكلمنا عنها في فيديو امستردام اللي فيها البيوت المقلبة والاشياء الغريبة هذه، لانها تبعد عن روتردام تقريبا 22 كيلو، لكن تبعد عن امستردام تقريبا 100 كيلو. ممكن الطواحين تكلمنا عنها كثير في قرى قبل، لكن ميزة الطواحين انها صايرة باشكال جميلة بنفس الوقت مع القنوات المائية والانهار، وهذا اللي يعطيها المناظر الجميلة، وبنفس الوقت هو اللي يميز كل قرية عن الثانية، فيعطيك مناظر الطواحين بنفس الوقت بمناظر ثانية ومختلفة. والحين نروح الى قلعة او قرية ناردن، لانك اذا شفت ناردن من فوق بتشوفها كأنها مدينة بشكل دائري ومحوطة بالكثير من القنوات المائية الجميلة وبنفس الوقت الكثير من المساحات الخضراء اللي حول القنوات المائية هذه، فيعطيك المناظر الجميلة هذه اللي قاعد تشوفها وتتخيل تفاصيل القرية نفسها إذا دخلتها وتمشيت فيها. ناردن تعتبر من أقدم القلاع اللي موجودة في هولندا، وتأسست تقريبا عام 1300 بالميلادي، واستغلوها بموقعها المميز بين القنوات المائية وعشان كذا بنوها كقلعة، واليوم قاعدين نشوفها بهذا المنظر الجميل اللي يستحق ويسوى انك تزوره. وناردن تقريبا تبعد نص ساعة عن امستردام. انا قاعد احاول اعطيكم المسافات من امستردام لانها هي المدينة المعروفة في هولندا، ومن خلالها بتقدر تعرف كيف تروح وتخطط رحلتك. ونطلع من سواليف الريف ونروح الى رحلات المنطاد. رحلات المنطاد والله من اجمل الاشياء اللي ممكن تسويها في حياتك بغض النظر في هولندا ولا غيرها من الاماكن، لكن دام انك في هولندا انا انصحك انك تسوي هذه التجربة لانها قريبة من عندك وبنفس الوقت تغير مود الريف وغيره. صح سعرها غويلي شوي لكنها والله تستحق، وبنفس الوقت تعطيك فيو على مساحات خضراء جميلة وبعض الأحيان قنوات مائية وتعطيك إطلالة جدا جميلة، وبنفس الوقت التجربة والله حلوة وتستحق انك تجربها. اذا ناوي تجرب هذه التجربة بحط لك اسم الشركة ورابط موقعهم في الديسكريبشن عشان تقدر توصل لهم بشكل سهل. وهم تقريبا جنب مدينة اسمها اميرا سفورت، فاللي سويته انا طلعت بقطار من امستردام الى هذه المدينة وكلمتهم في الواتس وقلت لهم انا بوقف في هذه المدينة، فقالوا لي ان بناخذك من محطة القطار اللي هناك ابد، وبنوديك وبنقلع بك وبننزلك طال عمرك، بعدين بنرجعك لمحطة القطار، ومن بعدها رجعت الى امستردام عاد. تجربة والله جميلة واستثنائية، وتعطيك المناظر اللي تحتك هذه والله ما راح تستوعبها ولا راح تصدقها، والجمال نفسه في التجربة، في الاقلاع، في الهبوط، في الاستمتاع بالمناظر نفسها، فالتجربة هذه والله انا انصح كل الناس انها تجربها. سعرها شوي غويلية اذا كنتوا اكثر من واحد، لكن اذا للشخص الواحد هي تقريبا 170 يورو، فتقريبا بين 600 و700 ريال، فعشان كذا لو العدد اكثر من اثنين وزود اتوقع الميزانية ممكن تلعب فيك، لكن هذه التجربة انا جربتها في هولندا وحبيت انقل لكم واعطيكم المعلومة حقتها. وبرضه في موقع الشركة عندهم مناطق كثيرة يقلعون من عندها
بالمنطاد، فتقدر تتواصل معهم في الواتس اذا وصلت هناك وتنسق معهم وتشوف وش افضل مكان ممكن تقلع منه. لان تخيل بعض الحين ممكن تكون عندك فرصه انك تقلع من منطقه قريبه منك، هذا الشيء الاول، او ممكن تقلع من منطقه فيها اطلالات جدا جميله واجمل من المنطقه الثانيه، يعني مناظر القنوات المائيه مع المساحات الخضراء اجمل بكثير مما انها تكون بس مساحات خضراء. فهذا مثال يعني، وبنفس الوقت اذا كلمتهم في الواتس اكيد بيعطونك كامل المعلومات. وكذا تقريبا نعتبر غطينا اشهر القرى والمدن الريفيه اللي موجوده في هولندا، لكن هولندا فيها والله الكثير والكثير. دايم دامك تتكلم عن الريف بتحصل مدن ثانيه، مناطق ثانيه، طرق جديده وجميله بتعرفها وانت مسافر هناك، فتقدر وانت اصلا مسافر هناك تسال الناس وبتعرف عن مناطق جديده في الكثير من الناس ما يعرفون عنها، ويمكن انا بنفسي ما اعرف عنها. فهذا واحد من الاشياء اللي صدق انا احبه، اذا رحت لاي منطقه احاول اسال اهل المدينه نفسها لانهم في الغالب بيعرفون اماكن انا ما اعرفها وكثير من السياح والمسافرين ما يعرفون. بخصوص السياره، الكثير ينصحون انك اذا استاجرت السياره تسكن في واحده من القرى القريبه من امستردام، لانه مثل ما ذكرت في بدايه الفيديو المواقف في امستردام مزعجه، وبنفس الوقت ان السكن اغلى بكثير من الريف. والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، اكتبوا لنا في الكومنت اذا تبون نتكلم عن اي مدينه ولا دوله ثانيه، ولا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك في القناه معنا اذا باقي ما اشتركت. والله يعطيكم العافيه وشكرا لوقتكم.